السلام عليكم، أسعد الله صباحكم. طلع ما أصور ليطلع البطل هذا. المهم نحن في سلوفاكيا. الرحلة كانت لثلاث عواصم، الأولى كانت عاصمة صربيا بلغراد، الثانية المجر بودابست، والثالثة عاصمة سلوفاكيا اللي هي ريتزلافا. على فكرة تبعد عن فيينا 55 كيلو مني، يعني مش بعيدة وايد. كانت لازم يطلع. كانت بداية الرحلة ثلاث عواصم، أما الحين ما بروح عاصمة، بروح مدينة ولكن ليست عاصمة. المدينة اللي بنسير لها تبعد 140 كيلو مني، مدينة كبيرة. انتظرونا إن شاء الله في المدينة. بخصوص الفندق اللي سكننا فيه، الفندق اللي سكننا فيه فندق الشيراتون، فندق جديد ممتاز، في مول عود في الفندق نفسه. بحط لكم صورة الفندق اللي باه. دكتور ليش جايب ملكية السيارة وياك؟ ملكية السيارة حق شو جايبينها؟ الواحد ما يغلط ما ينسى. غلطان حسب شيء عندك اللي تبيع شيء. نحن طال عماركم الحين في الحدود النمساوية، يعني حتى التليفونات مسكت شبكة النمسا، بس مش رايحين النمسا، كملين سيدة إن شاء الله. سكرناهم خلاص. عطونا عطوه مسكين. استمتع سلام. مع الفندق الأثري هذا بنشوفه شو. الله فنان ما شاء الله. السلام عليكم وأسعد الله مساكم. بورنو ثاني أكبر مدينة في التشيك بعد براغ، فهذه المدينة الثقافية تعتبر. الرحلة بدأت في عواصم، ثلاث عواصم، فهذه مش عاصمة، فهذه ثاني أكبر مدينة في التشيك. نحن في التشيك. الفندق ما شاء الله 5 ستار وفندق جميل، وحين ان شاء الله بننزل بنصور لكم اهم المعالم في المدينه. نشوف المطعم اول شيء نتغدى. الشواب قال اصبر بروح نلبس جاكيتات، صراحه برد. لا الشيبه واحد مش الثاني اللي هناك، بس تلبس على البرد تلبس. دكتور دياي ماتوا، انت بتموتني بعد نفس دياي بالبرد. بس سوينا سوق خضرة في الساحة يوم الخميس، يمكن كل خميس سوون ما ندربهم هذا. ما شاء الله مو بطماط، عندهم طاقة طماط يا جماعة، يلمع يلمع ما شاء الله. دكتور هاي يغسلون اول شيء ما ياكلون شيء. غسلت يا ريا مرتي غسلته يا ريا المهم دحو. لا تغسل عندي قم يوم ما غسل حط لي الوسط. مدينة ما شاء الله سياحية جميلة وبرات صراحة عندهم، يمكن الحين 20 شيء كذي. أقولك واحد ما يأكل يا سمي ليش ما خطوه. سائرين طال عماركم قلعة فوق ليبل، رايح لها مشي، كان 12 دقيقة مشي بس مش وايد يعني.
مش دكتور مش بوديك مصحة لا تخاف. صورني دكتور. ايه صورني. لا ترمي صور صور. اوكي يلا. رايحين لأعلى منطقة في بيرنو ونأخذ لكم بعض الصور إن شاء الله تعجبكم. هالمناطق يوم تبحث في النت ما تحصل ناس وايد كاتبة عنها يعني هاي، بس ما شاء الله مناطق سياحية حلوة. ثاني أكبر منطقة في التشيك تعتبر هاي عدد السكان والمساحة. افندقنا هذا شتو يا جوج بوجوز سماهم عبلك يا غي. هاي الكنيسة مبنائية 1806. عودة ما شاء الله ضخمة ضخمة ما شاء الله. اي واحدة حلوة دكتور؟ اي واحدة حلوة هاي؟ هاي حق سلطان. تقول هاي؟ هاي مال جرايد؟ مال جرايد هاي؟ اي واحدة هاي؟ قصدي انا الهادي. هذه خبزة بالناريل بأيس كريم الفراولة عليها والموز فنانة بالصراحة. السلام عليكم، أسعد الله مساكم، مسيتوا بالخير. باكر إن شاء الله بعد رايحين مدينة جديدة تبعد 200 كيلو عن بورنو. شغل في الفندق جي. تخبر عن بورنو هذه ثاني أكبر مدينة بعد براغ يعني التشيك. وإن شاء الله باكر مدينة جديدة. هذا الفندق عبارة عن قصر وتحول فندق. 5 ستار بس عيبه ما في مسبح. رحنا البرشة ما حصل. دكتور شوكم شتي ما شاء الله. جاكيت عادي هذا؟ يلا توكلنا على الله. انا نسيت مشي شوي.
صدقه صراحه نبرد. الله ان شاء الله الله يعيننا بس الامور طيبه ان شاء الله. تذكرون يوم الصبح السوق اللي ناني روح ام موجود اظني سوق الخميس هذا نفس المانيا. صراحة برد الجو بارد لأن فيه هو 18 وفيه هو برد صراحة. يلا إن شاء الله تيسر الأمور يعني. لو حصلت محل فاتح بشتري جاكيت. على فكرة ما عندي جاكيت فانيلتين ما في فايدة الجو بارد بس ما عليك بنعيش البرد. دكتور برد؟ لا لا ماشي برد ها؟ ماشي من كثر ما طنست على الشواب هاي حالتي والله برد. ابوي اذا حصلت محل بيع جاكيت خبروني ها؟ اوكي. الساعة 10 ما شاء الله وخلق الله ما خلق. جمعين رايحين عند النافورة هاي الراقصة ترقص. دكتور هلا حبيبي جاي ماتم؟ درجة الحرارة عندهم 56 وانت شو فيك احمد؟ 16 متصل به البنغالي يقول له الدياي مات. قال له مات من شو؟ قال له من الحر. هذا كل ساعة اقول له انا الدياي مات من شو مات. فرنو مشهورة في تنظيم الحفلات والمعارض عندهم وايد حفلات ومعارض طفن عليهم. هاي بروفا الحين يسوون الصوت اللي يسمعونه بروفا بعد شيك مشهورة بالكريستال ما شاء الله عليه. صلاة العشاء الساعة 12 إلا ربع وصلاة الفجر الساعة 1 اللي بيصوم بيموت فيها هني سبحان الله. في الأربع دول اللي زرناهن ما حصلنا عرب وايد يعني ما في عرب تقريبا. هني حصلنا طلاب شباب صغار يدرسون طيران ويدرسون طب شي قالوا لنا. قلت لهم عندكم مشاكل؟ قالوا بس البرد. يوم البرد مشكلة يوم صيفهم كذي الله يعين. دكتور واحد يقول ايش تزقره دكتور تزقره باسمه. واحد يقول هذا اقوى واحد عندنا كان في 2011. قلت له خرطي يا ريال. 2011 قبل ميلاد. اقول له ريلة مربوطة ويوم يا البرد لابس اربع جاكيتات. وين اقوى واحد هذا خرطي. خلك ابوي انت في البرد وبرايد يا يموت اللي بيموت يموت اللي بيعيش يعيش. والله نعم اي نعم ريح نفسك يا ابوي.